بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الثالثة هي عن موضوع curvilinear motion of a particle. طبعا هاي ناقصة بعد كلمة of a particle. curvilinear motion of a particle. طبعا هنا راح ندرس position position vector velocity والacceleration. زين، شنو curvilinear motion؟ يعني الحركة على خط منحني. طبعا الحركة إذا ما كانت على خط مستقيم راح نسميها الكيرفلينير موشن، يعني على قوس، والقوس إلى نصف قطر. القوس دائما يكون به نصف قطر ويكون به مركز أيضا. زين، هسه أنا حتى ندرس الحركة على خط منحني راح افترض هذا الخط المنحني باللون الأسود، هذه بارتيكل بي بالموقع الأصلي وبعدين انتقلت إلى الموقع بي داش، يعني طبعا خلال فترة من الزمن، احتاجت فترة من الزمن. الخطوة الأولى أخلي هاي المحاور الفيكست ريفرنس اللي هي الأكس والواي والزد. زين، راح أرسم من أو position vector، هاي الار اسميها position vector، من O للبي الموقع الاصلي واسميه ار، ومن O للبي داش للموقع الثاني اسميه ار داش. هسه الفكتر الواصل بين بي وبي داش اسميه دلتا ار، اللي هو التغير بال position vector. طبعا هنا الار position vector يمثل لي الازاحة، يعوض لي عن الازاحة بال حركة على خط مستقيم. بس هنا شنو هنا عندي؟ هنا عندي على شكل فكتر، يعني باتجاهات. زين، دلتا ار هي قلنا الفكتر الواصل بين بي وبي داش. طبعا هنا هسه الار داش هو يمثل لي البوزيشن فيكتور بعد نتحرك الجسم من بي الى بي داش. طبعا ار اللي هي الفيكتور بالزمن تي، هنا الفيكتور بالزمن تي زائد دلتا تي. طبعا الار يمثل لي الازاحة او البوزيشن فيكتور في الزمن تي قلنا، وهنا يمثل لي البوزيشن فيكتور في الزمن تي زائد دلتا تي. لو تباوع هنا المسافة الأصلية يعني الحقيقية اللي هي على القوس المسافة المنحنية، شنو سماها؟ دلتا اس، للدلالة على انه هذه تمثل لي مسافة. زين، فصار عندي ار وزمن تي، صار عندي ار داش وزمن تي زائد دلتا تي، والازاحة القطعها دلتا ار. زين، هسه لو نقسم دلتا ار على دلتا تي شو يطلع لي؟ يطلع لي متوسط السرعة، يطلع لي متوسط السرعة، لان انا جاي اقسم التغير بالازاحة على التغير بالزمن، يطلع لي متوسط السرعة. واذا اخذ ليميت الها، اذا اخذ ليميت يطلع لي الانستانتينيوس فيلوسيتي، انستانتينيوس فيلوسيتي.
إذا أخذ الليمت علما للدلتا آر على الدلتا تي عندما دلتا تي تقترب من الصفر، هاي يسميها الانستانتينيوس فيلوسيتي، انستانتينيوس فيلوسيتي. هذا الليمت راح يحول لي الدلتا إلى دي، راح يحول لي الدلتا إلى تي إلى دي، فصير الفي تساوي دي آر على دي تي. مشتقة فيكتور، البوزيشن فيكتور على مشتقة الزمن، وقلنا هذا الآر هو مثل لفيكتور الإزاحة، فيكتور الإزاحة. هنا مثل ما أخذنا سابقا، لو تباوع أنا جاي أشتق كمية متجهة بالنسبة للسكيلر، لأن أنا دلتا آر شنو عندي؟ الآر شنو هي؟ قلنا هي الإزاحة، والتي هي الزمن. فالإزاحة كمية متجهة، بينما الزمن هو كمية سكيلر غير متجهة. فمعناه عندي الآر هو فانكشن بدلالة من؟ الآر فانكشن بدلالة من؟ فانكشن بدلالة التي. يعني الفكتر هو فانكشن المن لسكيلر فاريابل، سكيلر فاريابل متغير لا اتجاهي. زين، هسه لو ناخذ، طبعا عندنا تعريفين، احنا عندنا السرعه وعندنا الانطلاق، السرعه والانطلاق velocity وسبيد بالانجليزي. زين، شنو الفرق بيناتهم؟ السرعه كميه اتجاهيه والانطلاق كمية لا اتجاهية. طبعا العلاقة بيناتهم انه الانطلاق هو ماخذ المقدار فقط مال السرعة، ماخذ المقدار فقط مال السرعة. فاذا اريد اطلع هذا المقدار اخذ ليميت مال بي بي داش، اللي هو اصلا قلنا شنو يساوي انه دلتا اس، المسافة على القوس، المسافة الحقيقية على قوس، واشتقها بالنسبة للزمن، راح تطلع لي في تساوي دي اس على الدي تي. هذا هو الانطلاق، انطلاق، وقلنا الانطلاق يساوي مقدار السرعة، يبقى الاتجاه نتخليه ويا المقدار، يصير مقدار واتجاه ويتحول الى فكتر، يتحول الى فكتر. هسه بالبوزيشن بي عندي السرعة إلها البارتيكل إلها سرعة، وبالبوزيشن بي داش أيضا البارتيكل إلها سرعة بي داش، فصار عندي بي وبي داش. فهذه لو نرسمهم من نفس المحاور، راح أبدل المحاور الأكس داش والواي داش والزد داش، لأن هاي تختلف عن هذه المحاور، فراح بس مجرد أخلي داش عليهم، وراح أرسم فكتر السرعة من O إلى نقطة مثلا أسميها Q، ومن O إلى Q داش. هذا Q شنو؟ هاي سرعته بالموقع P، وهاي سرعته بالموقع P داش. V والV داش تمثل سرعهم بالموقعين. فعندي أيضا التغير بالسرعة هو الفكتر الرابط بين Q و Q داش، يمثل التغير بالسرعة. هسه لو اخذ الدلتا في على الدلتا تي، شي يعطيني؟ يعطيني متوسط التعجيل. وهاي هم نفس الشيء، هذه هم نفس الشيء، يعني هاي في السرعة عند الزمن تي، وهذه في داش السرعة عند زمن تي زائد دلتا تي، يعني اكو فرق بالزمن. فراح يعطيني، قلنا شنو يعطيني؟ يعطيني الانطلاق، العفو، يعطيني متوسط التعجيل. وإذا أخذ لهم الليمت يعطيني التعجيل اللحظي، الانستانتينيوس أكسلريشن، الانستانتينيوس أكسلريشن، فيساوي مشتقة فكتر السرعة بالنسبة للزمن. نجي للمركبات العمودية والأفقية للسرعة والتعجيل، Rectangular Components of Velocity and acceleration. شوف انا هسه هذا عندي القوس، باعوا لهذا القوس، هذا القوس بالنقطه بيش عندي؟ عندي فيكتور مال ازاحه، شوف هذا مرسوم من الصفر الى بي، هذا اللون الازرق
في مثل لهذا يمثل لي فيكتور الإزاحة، أو يسميه البوزيشن فيكتور، البوزيشن فيكتور. زين، عندي في، هاي في، في راح يصير بها ثلاثة مركبات، واحنا قلنا هو فيكتور، فيكتور. بس احنا هنا جاي نحكي عن فيكتور بالفراغ، فبيها مركبة في اكس اللي هي مركبة السرعة في على محور اكس، في واي هي مركبة السرعة في على محور واي، وفي زد هي مركبة السرعة في باتجاه محور زد، باتجاه محور زد. نجي للار، الار شو تمثل للموقع؟ ايش قد ماخذ من الاكس، ايش قد ماخذ من الواي، وايش قد ماخذ من الزد. فالفكتور مال الازاحه او البوزيشن فكتور عاده نعرفه بهذا الشكل، اكس اي، شوف مقدار واتجاه، الاكس هو مقدار الازاحه باتجاه اكس، الواي تمثل لي مقدار الازاحه باتجاه واي، والزد تمثل لي مقدار الازاحه باتجاه زيت. فاكس اي مقدار واتجاه، طبعا هاي الاي والجي والكي هي يونت فيكتور مقدارها واحد، الاي يقع على الاكس، جي يقع على الواي، والزد يقع على محور زد. اذا اشتق هذا البوزيشن فيكتور اللي قلنا يمثل الازاحة بالنسبة للزمن، فهاي الاكس راح يصير اكس دوت، الاكس دوت يعني المشتقة الأولى، يعني فوقها نقطة واحدة يعني مشتقة أولى. فالمشتقة الأولى للآر بالنسبة للزمن يعطيني السرعة، فالاكس اكس دوت، والواي يصير واي دوت، والزد يصير زد دوت، وتبقى الاي والجي والكي. وبعدين من اشتقها مرة ثانية، التعجيل يساوي مشتقة السرعة للزمن، فهي أصلا هي بها مشتقة أولى، وبعد تشتقها صارت مشتقة ثانية، x دبل دوت، y دبل دوت، وz دبل دوت. وهاي الx دوت والy دوت والz دوت هذه سرعة باتجاه x، هاي سرعة باتجاه y، هاي سرعة باتجاه z، هاي تعجيل باتجاه x، هاي تعجيل باتجاه y، وهاي تعجيل باتجاه z. فالx دوت والy دوت والz دوت هي مقادير السرعة باتجاهات x وy وz، واكس دبل دوت وواي دبل دوت وزد دبل دوت هي مقدار التعجيل باتجاه اكس وواي وزد. زين، فانا اذا اريد اعرف المقادير، مقدار السرعه، مقدار انا يعني نقول مقدار يعني بدون اتجاه، فاخذ اكس دبل دوت فتطلع لي، العفو اكس دوت تطلع لي بي اكس، الفي واي السرعة باتجاه واي تساوي واي دوت، أيضا هم مقدار، ومقدار السرعة باتجاه زد تساوي زد دوت، مقدار التعجيل باتجاه اكس، اكس دبل دوت، مقدار التعجيل باتجاه واي، واي دبل دوت، ومقدار التعجيل باتجاه زد يساوي زد دبل دوت. زين، هذا البارتيكل، هذا البارتيكل، هذا التعجيل مالته، هذا التعجيل مالته اللي هو الـ A. الـ A بها ثلاثة مركبات، AX، AY و AZ. شوف هذا البارتيكل، هذا الـ R مالته، وهذا التعجيل مالته. زين، هسه نروح إلى واحدة من تطبيقات، واحدة من تطبيقات الحركة على خط منحني، هي المقذوفات، motion of projectile، مقذوفات. طبعا دائما المقذوفات المسار مالتها يكون عبارة عن مسار منحني، فواحدة من تطبيقات الحركة على خط منحني هي القذائف أو المقذوفات. في حالة المقذوفات، في حالة المقذوفات، مقدار اكس، مقدار التعجيل باتجاه اكس صفر، مقدار التعجيل باتجاه واي يساوي صفر، ومقدار التعجيل باتجاه زد يساوي
صفر. هاي قاعدة يعني، أي سؤال تحله بالمقذوفات لازم تتبع هذه القاعدة. هسه واحد يسأل ليش؟ لأن هنا المقذوفة يشتغل عليها التعجيل الأرضي، التعجيل الأرضي اللي هو 81%. زين، if the resistance of the air is neglected، إذا همنا مقاومة الهواء، فأنا المقذوفة مكان انطلاق القذيفة يسمونه الجان، المسدس، لأنه هو من المسدس يعني هو المكان اللي بداية انطلاق القذيفة. فكلمة جان هنا تعني مكان بدء القذف، يعني بدء انطلاق المقذوفة. زين، فهنا مكان بداية انطلاق المقذوفة اكو اكس نوت واي نوت وزت نوت، اللي هي شو تمثل لي؟ تمثل لي الازاحات الابتدائية بالاكس وبالواي وبالزت. وعندنا السرعة مال المقذوفة، السرعة الابتدائية للمقذوفة ام بيها ثلاثة مركبات، في اكس نوت سرعة ابتدائية باتجاه اكس، في واي نوت سرعة ابتدائية باتجاه واي، وفي زت سرعة ابتدائية باتجاه زت. هذه مو ثلاثة سرع، وإنما تمثل مركبات السرعة. هي أصلا شنو؟ هي بي نوت، بس هاي لأن بالفراغ كم مركبة بيها؟ بيها ثلاثة، بيها ثلاثة مركبات، بي اكس نوت، بي واي نوت، وبي زت نوت. بس نجي البي اكس يساوي اكس دوت ويساوي بي اكس نوت، يعني مقدار السرعة باتجاه اكس هو المشتقة الأولى للإزاحة، ويساوي شنو؟ يساوي مركبة السرعة الابتدائية باتجاه X. VY اللي هي مقدار السرعة باتجاه Y يساوي المشتقة الأولى للإزاحة باتجاه Y، ويساوي VY نوت السرعة الابتدائية باتجاه Y ناقصة G في الـ T، ناقصا الجي تعجيل الأرضي والتي الزمن. الفي زد مركبة السرعة باتجاه زد تساوي زد دوت المشتقة الأولى للإزاحة باتجاه زد، وتساوي مركبة السرعة الابتدائية باتجاه زد. نجي للإزاحة، اكس يساوي اكس نوت زائد في اكس نوت في التي، يعني الازاحه النهائيه باتجاه اكس، لان المقذوفه تتحرك على قوس فتقطع ازاحتين، ازاحه باتجاه اكس وازاحه باتجاه واي. فمن يقول اكس يعني باتجاه اكس، وواي باتجاه واي، وزد باتجاه زد، وهذه اكس يساوي اكس نوت زائد بي اكس نوت في التي، الواي يساوي واي نوت زائد بي واي نوت في التي ناقص نصف جي تي تربيع، والزيت يساوي زيت نوت زائد بي زيت نوت في التي. هاي القوانين اللي نستخدمها بالمقذوفات. اذا عندي بروجكتايل قذيفة في مستوي، يعني الزيت راح تروح بعد، زيت ماكو. زين، ايش عندي؟ X نوت و Y نوت و Z نوت، وهي طبعا مو بس قذيفة في مستوي، وإنما قذيفة في مستوي وقذفت من الصفر، يعني المسدس صاير بنقطة الأصل بعد ماكو سرعة إزاحة ابتدائية وإزاحة زين بالX والY والZ. هاي شوفوا كلها صارت أصفارة، كلهم ذول X نوت و Y نوت و Z نوت. زين، وفي هاي هنا اكو يساوي، هنا اكو يساوي ف اكس نوت واي نوت وزت نوت، والسرعة باتجاه زت، السرعة الابتدائية باتجاه زت، كلهم يساوي نصف R. إذا عوضنا بهاي المعادلات، هاي المعادلات شكو اكس نوت شكو اشوف كل هاي المعادلات، هاي إذا عوضنا عنها، طبعا هاي المعادلات كلها صفارة، فالتعويض يصير بهاي المعادلتين الأخيرات،
فإذا عوضنا عن هاي المقادير بصفر فبي اكس راح يساوي بي اكس نوت، بي واي يساوي بي واي نوت ناقص جي تي، بي زد زائد يساوي صفر، اكس يساوي بي اكس نوت في التي، الواي يساوي بي واي نوت في التي ناقص نصف جي تي تربيع، وزد تساوي صفر. هذه بالنسبة للمقذوفات. إذا إجانا سؤال عن المقذوفات فطريقة حلها بالشكل التالي. الحركة راح نقسمها إلى حركتين. هذا الرسم هو خير يوضح لك شلون تحل المسألة مال المقذوفات. هسه هاي مقذوفة، هذا مكان القذف، هذا الصفر، هاي بي واي نوت، واي بي، طبعا هاي السرعة الابتدائية للقذف، لقذف المقذوفة تحللت صارت سرعتين، واحدة بي اكس نوت واحدة بي واي نوت. زين، فاذا تقطع ازاحة باتجاه اكس وايضا تقطع ازاحة باتجاه واي. هذه طبعا يساوي، راح احللها احلها بشكل التالي، اقسم الحركة الى حركتين. حركة الحركة هنا بالهذا بي واي نوت وبي اكس نوت، يعني هنا بنقطة البداية السرعة بها مركبتين، بي واي نوت وبي اكس نوت. بالمكان الأخير هذا وين أنا أريد أحسب؟ أنا هسه المقذوفة راح تصعد وبعدين تنزل تسقط، فأنا أقدر أحسب في أي نقطة على الكيرف، في أي نقطة. مثلا أنا أريد أحسب هنا، فهنا شنو أعطيه؟ أعطيه البي إكس، أعطيه مشكلة بالرسم. اوكي، فراح يصير عندي هنا نسميها equivalent rectilinear motion، يعني الحركة اللي على قوس احولها الى حركتين، شنو؟ حركتين لينير، واحدة بالاعلى وواحدة يعني الأعلى باتجاه واي والأخرى باتجاه اكس. فهذه هسه هنا جسم شنو أنطيه؟ أنطيه الحركة باتجاه اكس، أنطيه السرعة بي اكس نوت اللي هي مركبة السرعة باتجاه اكس، وهنا أتعامل وياه على أنه بي مركبتين بالاكس والواي. من ناخذ مثال، هاي راح تصير عندكم واضحة. motion relative to frame in translation، يعني هسه حركة نسبية، زين، في حالة حركة يعني in translation، حركة انتقالية قلنا. relative motion، relative أو motion relative to frame in motion. زين، هنا عندي راح يصير نوعين من المحاور، محاور ثابتة fixed frame reference، هاي بالنسبة للأرض، يعني إذا الفريم هنا الفريم يقصد المحاور، إذا المحاور خليتها على الأرض فصارت ثابتة المحاور fixed، وبعدين راح يصير بها عدة فريمات، عدة محاور، وهاي المحاور كلها راح تصير شنو يسميها moving frame reference. هسه راح أبين لكم شلون هذه. هسه انا عندي هذا بارتيكل، هذا بارتيكل، طبعا هذا قوس، هنا عندي قوس تحرك من الموقع اي للموقع بي، فانا عندي هنا اكس وواي وزد، هاي خليتها على الارض فصارت محاور ثابتة، قست ازاحة ار اي وازاحة ار بي، يعني البوزيشن فيكتور مال ار اي والبوزيشن فيكتور مال ار بي. طبعا
بعدين ار اي وار بي راح يصير عندي فيكتور اللي يربط بين اي وبي فسمينا ار بي الى اي نسبة بي الى اي. فهنا نسبة بي الى اي بعد لازم المحاور تصير بالاي، لان انا جاي اخذ نسبة الى اي، فراح اجيب هاي المحاور الجديدة اللي هي اكس داش واي داش وزد داش اخليها بالاي. لذلك هاي صارت المحاور متحركة، وين ما ينتقل الجسم راح تتغير ويا هاي المحاور. زين، وفي كل مكان راح يصير ازاحة وسرعة وتعجيل. فهذه اسميها موفينج ريفرنس، وهاي اسميها فيكست ريفرنس. هذه بالنسبة للموفينج والفيكست ريفرنس. هنا الازاحة سميتها ار اي حتى لان تمثل لي ازاحة اي او البوزيشن فيكتور مال اي، واي سميتها ار بي للاشارة الى البوزيشن مال بي. انا اقدر بي اقيسها نسبة الى اي بدون ان احسب ازاحتها من الزيرو، فاقدر اعوض عنها ب ار بي الى اي، وهو قياس ازاحة بي نسبة الى اي وليس نسبة الى ال او، فصارت ار بي الى اي. هاي حكيتها عنها. بس انت هنا نتباوع على هذا المثلث، هذا المثلث تلقي المحصلة مالته ار بي، هو ار بي تمثل لي المحصلة. المحصلة تساوي مجموع دولي اثنينهم، مجموع دولي اثنينهم، يعني ار بي تساوي ار اي زائد ار بي نسبة الى اي. انقل واحد منهم للطرف الثاني، بقي ار بي. انا اريد ار بي على ار بي، فيصير ار بي ناقص ار اي. هذه هسه المحصلة. اذا هذا تنقل الار اي لذاك الطرف، فشي يصير ار بي نسبة الى اي يساوي ار بي ناقص ار اي. زين، هذا حتى هذا هسه من تاخذ المشتقة الاولى للزمن يصير ار دوت بي، هذا يصير ار دوت اي، هذا يصير ار دوت بي الى اي. يعني شنو هذه الار دوت؟ يعني هسه ما صارت دوت، صارت السرعة. فسرعة بي تساوي سرعة اي زائد سرعة بي نسبة الى سرعة اي. فار دوت اي وار دوت بي تمثل لي سرعة اي و بي بي. اوكي، هذه نقدر نكتبها ايش، بي بي يساوي بي اي زائد بي بي الى اي، اما دوت او نكتبها بهذا الشكل. وبعد نشتقها بالنسبة للزمن، راح يصير عندك تقدر تكتب ار دبل دوت، هذه مثل ما قلنا من ساعة، هاي يصير ار دبل دوت بي يساوي ار دبل دوت اي ويساوي او زائد ار دبل دوت بي الى اي. فصارت عندي المعادلة مال التعجيل اي بي يساوي اي اي زائد اي بي الى اي. وناخذ مثال على الحالات اللي درسناها. هسه يقول عندي مقذوفة على حافة تبعد 150 متر، يعني مثل الهضبة، وهنا منخفض بالأرض، هذا المنخفض مقداره 150، فانقذفت منه من هذا المكان بسرعة ابتدائية مقدارها 180 متر بير سكن. الأنجل مال القذف 30 درجة زاوية الرمي، والذي هورزنتال هذه 30 درجة. اهمل مقاومة الهواء، find the horizontal distance from the gun. قلنا الجن هو نقطة القذف. يقول جد، طبعا هاي القذيفة راح تروح
تصير على خط منحني وتسقط هنا. فيقول لك احسب هاي المسافة الأفقية اللي قطعتها القذيفة. The horizontal distance from the gun to the point where the projectile strikes the ground. B, the greatest elevation above the ground reached by the party. يقول أقصى ارتفاع تصل القذيفة عن الأرض. طبعا هو هنا يعتبر الصفر هنا، يخلي الصفر هنا وعلى أساسه يبدي يحسب. زين، نجي للحال. قلنا مثل ما قلت لكم الساعة، قلت لكم تقسم الحركة إلى vertical و horizontal motion. تقسم حركة الجسم إلى حركتين، واحدة عمودية وواحدة أفقية. أي سؤال يجيك لازم تطبق هاي الطريقة. هسه نجي لل vertical motion. هاي ال vertical motion السرعة كم مركبة بيها؟ قلنا بيها مركبتين. زين، هاي بالأكس أنا ما أحتاجها لأن أنا جاي أحتي بس على الواي، فهاي في واي نوت. زين، في واي نوت شو تساوي؟ 180 ساين ثيتا. 180 ساين ثيتا هاي في واي نوت، طلع 90 متر بير سكند. هنا قلنا التعجيل الأرضي يشتغل لأن بس على الواي ناقص 981، هذا التعجيل الأرضي. نطبق هذه، نطبق المعادلات مال الروكتيلينير موشن بس شنو؟ بس على الواي. هاي المعادلات الموجودة هاي مرة سابقا علينا. في واي تساوي في واي نوت زائد اي تي. في واي تساوي 90 ناقص 981 تي. معادلة واحد بها مجهولين الفي واي والتي. واي يساوي واي في واي نوت في التي زائد نصف اي تي تربيع. الواي ما عندي مقدارها، هنا عندي الفي واي نوت عندي 90 في التي زائد نصف او ناقص، لانه التعجيل ناقص 981، فصير ناقص 4.90 في التي تربيع. وهذه من المعادلة، معادلة مال التعجيل يساوي الفي في الدي في على الدي اكس. تقدر تطلع هاي المعادلة فأقدر أعوضها، صار عندي ثلاثة معادلات. معادلة الأولى السرعة باتجاه واي، طبعا هاي السرعة النهائية، وهذا الواي علاقة الواي بالزمن، وهاي علاقة السرعة بالواي بالزمن، وهاي علاقة مربع السرعة بمن؟ بالارتفاع. معدل السرعة بالارتفاع، لأن شنو بيها هنا بهذا الطرف؟ بيها واي، يعني علاقة بين سرعة وإزاحة، نا علاقة بين إزاحة وزمن، نا علاقة بين سرعة وزمن. نروح ننتقل إلى النوع الثاني من الحركة. طبعا هاي ما أقدر أحلهم لأن ثلاث معادلات وكل معادلة بمجهولين، والمجاهيل تختلف من معادلة إلى معادلة، مو نفس المجاهيل حتى أقدر أحلهم. نجي للهوريزونتال موشن. الهوريزونتال موشن انا بس الفي اكس نوت راح استفاد منها. زين، فبي اكس نوت اطلعها من التحليل 180 كوساين 30 تطلع زائد 155.9 متر بير سكند. زين، واطبق هاي العلاقه اكس يساوي في نوت اكس او في اكس نوت في التي، فالاكس راح تطلع 150.9 تي. ايضا علاقة بين ازاحة باتجاه اكس وزمن، ازاحة باتجاه اكس وزمن. زين، horizontal distance. هسه راح احسب المجاهيل. هسه صار عندي اربع معادلات، احاول يعني من السؤال اكتشف اشياء تفيدني بالحل. هسه اولا البروجكتايل شوف وين خلى هو الاكس، خلاه هنا الاكس، خلاه شوف الصفر خلاه هنا، صفر خلاه هنا. زين، هسه المقذوفة من تصطدم بالارض ايش قد الواي مالتها؟ وين هالمقذوفة؟ هاي هو الصفر هنا خلاه. المقذوفة من تصطدم بالارض الواي مالتها ايش قد؟ الواي مالتها ناقص 150 ناقص لان للاسفل.
هذه الملاحظة أستفيد من عتها وأعوضها بأحد المعادلات، فواي تساوي ناقص 150 متر. أروح للمعادلة الثانية، وينها 2؟ هاي 2، هاي المعادلة الثانية، واي يساوي 90 تي ناقص 94 تي تربيع. زين أعوض بها تطلع، يطلع لي الزمن في لحظة اصطدام بالأرض، لحظة اصطدام المقذوفة بالأرض، يعني الزمن الكلي هم معادلة من الدرجة الثانية، ويطلع سالب وموجب، وأخذ الجذر الموجب فقط، تطلع 19.91 سكند. أعوضها بالمعادلة أربعة، هاي أربعة تطلع لي هاي إكس يساوي بي إكس نوت في تي. زين وهذه إكس تي عوضة هنا أيضا 19، يطلع لي هاي المسافة الأفقية، طلعت لي هاي المسافة الأفقية اللي هي 3100 متر. بقى المطلب الثاني اللي هو greatest elevation، أقصى ارتفاع. أقصى ارتفاع عندما السرعة تساوي صفر، صح؟ فعوض بالمعادلة مال السرعة، المعادلة 3. زين صفر، فيطلع واي 413، الواي يساوي 413، ومية وخمسين يطلع 563 متر ارتفاع عن سطح الأرض. هذا مثال آخر، أطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية 800 قدم بالسكند، وعندي هنا هدف، أنا هاي القذيفة أريد أضرب بها هذا الهدف، هدف صاير قبالها على ارتفاع 2000 قدم، على ارتفاع 2000 قدم above the ground، هذا ground، وهاي زاوية انطلاق القذيفة ألفا هنا مجهولة. أهم مقاومة الهواء، طلع لي هذه الزاوية، هي زاوية الإطلاق، هاي المسافة بين الجان المسدس مال القذف والهدف اللي يريد نضربه هو 12000 قدم، 12000 قدم. فالحل أحل الحركة إلى حركتين، horizontal motion، وأخذ في إكس كوساين ألفا، وإكس يساوي في نوت إكس في التي، طلعت معادلة بالإكس والتي، الإكس أنا عندي 12000، الإكس 12000، ف هذه المعادلة مال التي عوضت، فتي طلعت 15 على كوساين ألفا، هاي المعادلة مال أو الحركة الأفقية، الحركة الأفقية. هسه تي صارت بدلالة من بدلالة الزاوية، لأن أنا عندي مجهولين كوساين ألفا وتي. أوكي صحيح، خلصنا منها. نروح على الحركة شنو؟ العمودية vertical motion، هذا الرسمة الأولى، أخذنا ال px وهذه ال 12. أروح على الحركة ال vertical motion، أطلع السرعة باتجاه y، طلع ناقص 32.2 قدم على الثانية تربيع، وعندي هاي المعادلة مال واي يساوي في واي نوت في التي زائد نصف اي تي تربيع، فالواي يساوي 800 ساين الفا في التي ناقص 16.1 تي تربيع. زين هسا هاي هم عندي معادلة، هم بين من وبين من، بين واي
يعني الإزاحة باتجاه واي والزمن، وأيضا الزاوية ألفا. زين، هسه بروجكتايل هيتس تارجت، عندما اكس تساوي 12000، زين، وي ماست هاف واي تساوي 2000، يعني حتى المقذوفة تضرب الهدف، هاي من السؤال يعني مبينة هي، حتى المقذوفة تضرب الهدف عندما تصل قيمة اكس 12000 لازم واي تصير قيمتها 2000 على مود هذه المقذوفة تضرب الهدف. فهسا استفيد من هذه الملاحظة، اجي اعوض عن الواي 2000، 800 ساين الفا 15 على كوساين الفا، هاي الاي معناها الفا بدون زحمة عليكم، هاي الاي معناها الفا. زين، 15 على كوساين الفا ناقص 16 واحد في 15، هاي عوضت عن التي، انا اشوف التي مو طلعت لي 15 على كوساين الفا، هاي هنا تي تساوي 15 على كوساين الفا، فكل تي بهاي المعادلة عوض عنها 15 على كوساين الفا، فبنعوض راح يصير عندي بس الفا، بس الفا تطلع عندي معادلة من الدرجة الثانية بيها الفا، فالفا تطلع قيمتين لها، قيمتين 29.5 و70.5، اي وحدة من ذولي الزوايا نقذف بها القذيفة راح يصطدم القذيفة تضرب الهدف. يعني هنا عندي خيارين، لو استخدم زاوية قذف 29.5، لو استخدم زاوية قذف، شوف هاي بقى. بس هنا طبعا المسارات راح تتغير، هذا المسار مال الزاوية 70 ويضرب الهدف، وهذا المسار مال الزاوية 29.5 ويضرب الهدف. عندي مثال هسه آخر، مثال آخر، عندي أوتوموبايل أي سيارة ترافلينج إيست، جاي تروح باتجاه الشرق، هات كونستانت سبيد 36 كيلومتر بالساعة، هاي جاي تروح نحو الشرق بسرعة 36 كيلومتر بير اور. يقول as automobile A crosses the intersection shown، يعني عندما A تتجاوز التقاطع، هذا الانترسكشن يقصد به التقاطع، اكو سيارة ثانية جاية من الشمال نحو الجنوب، من الشمال نحو الجنوب. زين، هاي بدت بالحركة، وطبعا هاي شقد تبعد عن اي 35 متر، تبعد عن اي 35 متر باتجاه الشمال، مو كونستانت اكسلريشن، هاي تتحرك بتعجيل ثابت مقداره واحد واثنين من عشرة متر بير سكند تربيع. جد البوزيشن والفيلوسيتي والاكسلريشن اوف بي ريلاتيف تو اي. زين، after 5 second to a 5 second after intersection. يقول جد سرعة position والسرعة والacceleration للسيارة B relative to A 5 second after A crosses the intersection، بعد 5 ثواني من تجاوز السيارة A للتقاطع، جد شنو سرعة B نسبة إلى A، البوزيشن مال B نسبة إلى A، والفيلوسيتي مال B نسبة إلى A،
هذه الأشياء الثلاثة المطلوبة. بس أنا ش عندي هنا أقسم الحركات إلى أول مرة السرعة مال أخذ الحركة مال السيارة أي أولا، وأحولها هي كيلو متر بالساعة، أحولها إلى متر بير سكند، فتطلع 36 كيلو متر بير أور، تطلع 10 متر بير سكند. هسه هذه السيارة أي، قلنا السيارة أي من السؤال، سيارة أي من السؤال، شبيه السيارة أي كونستانت سبيد، شوف كونستانت سبيد 36، يعني جاي يصير بسرعة ثابتة، يعني تعجيلها صفر، يعني يونيفورم موشن. فطبق عليها قوانين التعجيل صفر، في اي 10 متر بير سكند، وعندي هاي المعادلة اكس اي يساوي اكس اي نوت زائد في اي في تي، اعوض عن الاكس اي، اكس اي نوت بصفر، والفي اي اعوض عنها بعشرة تي، عشرة تي، فيصير عندي معادلة اكس اي يساوي صفر عشرة تي، اكس اي يساوي عشرة تي. 4T تساوي 5 سكند we have، يعني بعد مرور 5 ثواني أي يبقى التعجيل يبقى صفر، ال V كنا هي constant زين 10 متر بير سكند. نجي ل XA أعوض عن هذا الزمن بخمس ثواني، XA راح تساوي 50 متر، 50 متر. فطلعنا شنو؟ طلعنا ال RA تساوي 50 متر بعد مرور 5 ثواني. بقى عندي شنو؟ السرعة والتعجيل، بقى عندي السرعة والتعجيل. هاي شوف هاي اكس اي من فاتت التقاطع، زين هذه من فاتت التقاطع صار عندي الاكس اي مالتها شقد، الاكس اي مالتها 50 متر. زين انا شنو اريد؟ موشن اوف بي. We know that the motion of B is uniformly accelerated، يعني هي حركة بتعجيل منتظم، فـ AB ناقص 12 متر بير سكند. ليش ناقص 1 و2؟ ليش؟ لأنه للأسفل من الشمال للجنوب، هو فارض يعني فارض الحركة نحو الشمال موجبة، فإذا نحو الجنوب يصير سالبة. VB يساوي VB نوت زائد AT، هذه VB نوت صفر ناقص 1 و2 اللي هي الـ A والـ T. الواي بي يساوي واي بي نوت زائد في بي نوت في التي زائد نصف اي بي تي تربيع، اعوض 35 زائد صفر ناقص نصف في 1 و2 تي تربيع. وايضا بعد مرور 5 ثواني الاي بي هي ثابتة، والفي بي من اعوض تطلع 6 متر بير سكند، اوكي، باتجاه الشرق، باتجاه اي شر. الواي بي يساوي 35 ناقص نصف في 1 و2 تعوضها ايضا، يطلع 20 متر. هسه شنو صار عندي؟ صار عندي ازاحة وسرعة وتعجيل لمن؟ للسيارة اي، وكذلك صار عندي ازاحة وسرعة وتعجيل للسيارة بي. احاول ارسم لهم رسوم الفكتر، يعني كل واحد منهم يمثل لي فكتر، الار والاي والفي. هسه هذا ار اي، هذا ار اي، ار اي، هذا ار بي، هذا ار بي، زين، لان هذه من بي الاي، هاي الفرق بين البي والاي، الفرق بين البي والاي، دائما السهم باتجاه بي، زين، فهذا ار اي، هذا ار بي، هذا يمثل لي شنو؟ ار بي نسبة الى اي، فعوض هاي 20 وهاي 50 وهاي الزاوية الفا، زين،
هذا اقدر اطلع حاليا، انا عندي مثلث قائم الزاوية بضلعين معلومات، هاي الزاوية تطلع 21.8، فاقدر اطلع ار بي نسبة الى اي ار بي الى اي يطلع 53.9. وارسم المخطط مال السرعة ايضا، السرعة هذه في بي بهذا الاتجاه، هذا البي اي بهذا الاتجاه، هذا في بي نسبة الى اي، هاي عندي 6. ليش هنا السهم هذا رسمته للاعلى؟ هذا السهم ليش رسمته للاعلى؟ هذا ار بي ليش رسمته للاعلى؟ ار بي هذا 20 لانه موجب للاعلى، موجب لو بيطلع بالسالب هذا رسمه للاسفل، وهذا السهم يصير منه للاسفل. هذا ليه طلع هذا ار بي 20 فرسمته للاعلى؟ زين هاي هذا ليش رسمته للاسفل؟ في بي تروح من تلاحظ في بي، شوف في بي تساوي ناقص 6 متر برسل، يعني اتجاهها للاسفل، اتجاهها للاسفل، فرسمناه للاسفل. فهذا ايضا هذا 6 و10، وهذه بيتا اقدر اطلعها، هاي كلها تلقوها بهذه المعادلات. زين اي في بي يساوي في اي زائد في بي الى اي. زين البيتا تطلع، البيتا تطلع 31 درجة، في بي اي يطلع 11.66. زين الاي بي يساوي اي اي زائد اي بي اي، واي بي اي تساوي 1.2 متر بير سكند تربيع. ايضا عندي مثال اخر اخير، مثال اخير هذا عندي سير متحرك، يعني قايش يتحرك، هذا طبعا يستخدم بالمعامل، مخلين عليه رمل، فهذا يدور السير ومحمل عليه رمل، فينقلون الرمل من مكان إلى مكان آخر، فهذا الرمل أثناء دوران السير راح يسقط على السير الثاني، وهذا أيضا يدور فينقله للمكان الآخر. فشي يريد؟ يريد جد سرعة determine the required velocity of belt B، جد سرعة البيلت B، هذا الحزام الناقل يسموه، if the relative velocity with respect to sand hits belt B is to be vertical as small as possible. يقول إذا كانت relative velocity مال الرمل hits belt B، يعني لحظة استلامه بالبيلت هنا، اولا vertical يعني سقوط الرمل هنا عمودي، او as small as possible، او يعني سرعة b relative للرمل تكون اقل شيء ممكن، اقل شيء ممكن. هذا الرمل هنا على البيلت اي حركته 5 قدم بالثانية، الارتفاع بين سطح البيلت A وسطح البيلت B 3 قدم عمودي، طبعا ارتفاع عمودي، وهاي سرعة البيلت B ما مطنيها، وهاي الزاوية مطنيها 15 درجة. BS يساوي BS SS للساند، للساند الرمل، S S نوت لكس نوت هي ناقص 5، لأن هو هنا هي سرعته النهائية وهي سرعته الابتدائية، الرمل هو جاي يتحرك بهاي السرعة نحو اليسار الطا سالب، نحو اليسار الطا سالب أو فرضة سالب. زين عندي بالواي دايركشن سرعة ال بالواي دايركشن سرعة الساند باتجاه واي، يعني من يسقط يساوي 2GH، يعني 2 في التعجيل الأرضي في الارتفاع، 2 × 32 × 2 من 10 هذا التعجيل، الـ H 3 يطلع 13.90 قدم
بالثانية نحو الأسفل، ففي ساند بالنسبة للبيلت بي يساوي في ساند ناقص في بي، هاي هي الريلاتيف فيلوسيتي. زين، هسه نجي نحل السؤال. إذا كان سقوطه عمودي، سقوطه عمودي، فناقص في ساند نسبة إلى البيلت بي، عفوا جي، لأنه أنا السقوط بس على الواي، فأخذ المركبة مال الجي، يساوي ناقص خمسة اي ناقص 13.9 جي ناقص، هاي طبعا شنو عوض بالمعادلة، ناقص بي بي كوساين 15 اي زائد بي بي ساين 15 جي. هاي السرعة، هاي السرعة، هذه اي، هذه اي، وهاي اي ساند نسبة لل، عن هاي في ساند، الساند كم سرعة بي؟ مرة يتحرك بالاكس ومرة يتحرك بالواي بلحظة سقوطه، فبالاكس هو ناقص خمسة وبالواي هو 13، فاي طاها للاكس والجي طاها للواي. هسه هذا المقدار هو كله في اس. نجي للبيلت، البيلت بي سرعتين لانه ما اللي بزاوية 15 فمركبتين، ناقص بي بي كوساين 15 زائد بي بي ساين 15، واحدة لليسار باتجاه اكس باليسار، واحدة للاعلى اللي هي للجي، فهذه ترتبها، ترتبها تطلع هذه المعادلة اكوي كومبوننت. هسه من هاي الاي يساوي صفر، ليش؟ لان انا عندي بس فيرتيكال، الاي يساوي صفر، فاخذ بس الاي ناقص خمسة اي، بعد عندي في بي كوساين 15 اي، اخذها واساويها بالصفر، فتطلع في بي 5176 قدم بالثانية. زين، as small as possible، لازم سرعة اس نسبة الى بي، يعني الرمل نسبة الى البيلت بي، لازم تكون عمودية على بي. من تكون عمودية على بي، الساند يعني نسبة الى البارتكل بمركبتين، لانه زاوية هسه صار عندي مرة ساين 15 ومرة كوساين 15 اي وجي، وهذا الطرف نفس الطرف اللي كتبناه. هسه انا شنو اخذ الاي واخذ الجي، يعني الاي بحتها والجي بحتها، وأحلهم، وأحلهم، في اس على بي يساوي 14.72 قدم على الثانية. ليش؟ لأنه أنا هنا ساين 15 على كوساين 15 يساوي تان، صح؟ يساوي هذا تان. من أقسم هاي المعادلة على هاي المعادلة، أوكي؟ زين، بي بي على بي بي، وهاي اقسمها على هاي، بتطلع عندي المعادله اللي هي في اس للبي يساوي 14 قدم الثانيه تربيع. شكرا جزيلا.